حياكم الله يا جماعة الخير بمقطع جديد من أقوى سيرفر جراند 5 بالعالم. يعني إذا مو مصدقني أنا رح أثبت. يا جماعة الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا مقطع جديد، أكيد كنتم متوقعين هذا مقطع قديم نوعا ما يا جماعة. أتوقع يا جماعة الخير رح نستمتع بهذا المقطع بشكل مو طبيعي، لأن في عندي ذكريات ما حد منكم شايفها من قبل رح أشاركها معكم الآن يا جماعة. فلا تنسون يا شباب دعموا هذا المقطع بسر لك يعني، واللي حاب يلعب معنا بالسيرفر الرابط موجود بالوصف، وهذا مقطع بسيط يشرح لك كيف تسجل معنا تلعب معنا بالسيرفر. كل ما عليك فعلك تضغط على الرابط موجود اسفل هذا المقطع، بكل اختصار حوديك لهذه الصفحه مباشره، راح تحط هنا معانا ستارت بلاينج وراح تقول اي نعم انا عندي جراند اصليه، لانك بيكون عندك جراند اصليه يعني تختارها الانجليش 3. نحن نلعب السيرفر الثلاث، بدك تحط هنا اسمك اسم العائله ايميلك كلمه سرك، بعد ما تسوي ريجستريشن. بعد ما تسوي هذا الامر راح يحمل معك لانش الخاص باللعبه، يمديك من خلال تدخل بضغطه زر واحده فقط الى السيرفر الاسطوري نحن نلعب فيه. الرابط راح يكون موجود بالوصف يعني، اتمنى كلكم تجون يا جماعه الخير. فيا جماعه الخير المقطع اللي تشوفونه امامكم هذا اول مقطع سجلته في جراند الحياه الواقعيه يا جماعه، حرفيا اول مقطع. تعال نشوف كذا لقطات منه، بعدين ننتقل شيء الف شيء المقاطع الباقيه عشان اوريكم كان في اشياء مستحيل تتوقعون كانت موجوده. ليتس جو شوف يا جماعه. وبالمناسبه يا جماعه الخير اتمنى من كل شخص يتابع هذا المقطع وعنده لعبه جراند 5 ومهتم انه ينضم لعصابه ممكالو. طبعا انا قلت هذه الجمله يا جماعه الخير وما كنت مدرك الشيء اللي راح اعيشه بعد هذا المقطع بالمقاطع الجايه، راح تفهموا القصه بعد شويه يا جماعه. انا هنا كنت مبسوط جدا وقلت تعالوا انضموا للسيرفر. اصبر شباب بالله عليكم، شوف كم حصلنا بالبيت. انا مستغرب شلون ما كرشت علي اللعبه الى بعنا الحمد لله. يعني شباب انتم شايفين بهذه اللقطه انه انا بديت شوي شوي جيش ممكالو يتاسس. هذا كان يوم الثاني بالسيرفر لي يا جماعه الخير، اقسم بالله كميه متعه كانت مو طبيعيه يا جماعه، والله شيء اسطوري والله. انا كنت اصفت الشباب، نوزع اسلحه، نظبط الموضوع، نعطيهم باك باكات، نعطيهم ملابس. فكره جدا سيئه كانت يا جماعه بهذا العدد، ما كنا على البث قضيت ساعتين فقط بس انا اوزع الشنط هذه للناس، ساعتين. فكره جدا سيئه، ممله للمتابع، مو حلوه ابدا، تسبب ازعاج يعني. فاهمين الفكره شباب، يعني كنا ماخذين شقه على وقتها يعني ما كان عندنا بيت يا شباب. شوف 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 العدد مرعب. يا ساتر شباب والله انه كثير والله. طبعا لسه كل ما يروح المقطع كل ما تشوفون العدد اكبر اكبر يعني. وفي هذه اللقطه يا جماعه الخير طلعنا احنا والعصابه عشان نسوي ستور روبري. طبعا احنا مسوين ستور روبري كثير. العصابه عندي كان اسمها زيرو على ايام السيرفر الاول يا شباب، ان احنا بادين من الصفر اسمنا زيرو نوعا ما. ف هذا كان لبس العصابه اللي عندنا يا شباب، اخضر باخضر. بعدين استكشفنا انه هذا اللبس ممنوع لان في عصابه خضراء ماخذ هذا اللبس فلازم نغيره، فلازم تعرفون يعني كان في كثير مشاكل تصير. اساسا كنا داخلين السيرفر كان كل الشعب حاقد منا يا جماعه الخير بدون اي سبب، فقط بس لان عددنا كبير. اصلا دائما الى الان في ناس حاقدين بس بسبب عددنا يا شباب، وفي ناس مسبين لهم رعبه نحن الان بالسيرفر. بس نهرب لازم نهرب. كابيتانو شو هذا؟ فجاه يا جماعه على مين طلقوا؟ ليش طلقوا؟ ول ليش تطلقون علينا؟ ورب الله شرشحكم، ورب الله اوريكم. لا لا تموت. من وراي؟ من وراي؟ من وراي؟ لا يا الغدراتنا وبن ذبحتني انا. ويعني عارفين وين انتهى فينا المطاف، يعني ما يحتاج اخبركم مهما يكون عددنا كبار يا جماعه، دائما الشرطه كانت تتفوق علينا لاي سبب انا اجهله يا جماعه الخير. لازم تعرفون شغله يا جماعه الخير، انه كان في فاميلي توب 1 على السيرفر اسمها 14K ترياد يا جماعه الخير. هذه الفاميلي كانت فاميلي هنود يا شباب، وعلى وقتها نحن فقط اللي خضرنا يا جماعه الخير ننزل هذه الفاميلي من توب 1 الى التوب 17 بغضون عده ايام فقط. كانوا ماسكين توب 1 لفتره جدا كبيره، ما كان احد يسترجي ريدهم يا جماعه. دخلنا على الساحه، شوف الان شوف فتحت القائمه والله لا اورجيكم الان الا انا اتذكر والله ما شفت المقطع ده يا شباب، صار لي سنه يمكن ما شفت المقطع. فتحت الفاميلي الان كان عددنا 81 على وقتها. طبعا لاحظوا الان توب 1 هم ال 14K ترياد يا جماعه. حاولنا نحن نروح نريدهم يعني، لان كان في كده عداوه بسيطه بيننا. من عددنا المرعب صاروا ما يدخلون ابدا ولا يشاركون بالريد ولا يجون جماعه الخير. مثل ما كانوا وقتها مضغوطين يا جماعه الخير صاروا يجيبون السيارات يسوون لنا في دي ام يدعسونا بالسيارات يعني. ومن بعد هذا الموقف لما الادمن عرف خبرهم ممنوع تسوي ذي الحركات طق ما عاد شفناهم بالسيرفر. نزلوا للتوب 17 والان يمكن اختفوا عن الوجود تماما. نحن كنا الفاميلي الوحيده اللي دعسناهم والله الان اتذكر يا شباب. اللي كان معنا بالفاميلي راح يعرف ايش سوينا فيهم، لان مو ريدناهم مره مرتين ثلاثه اربعه. انا كنت افتح بثوث على الفيسبوك ل 12 ساعه العب يمكن نريدهم يا جماعه الخير. كل ما ابث مره كل ما ابث مره كل ما ابث يعني 17 مره اتوقع ريدناهم لهذول الفاميلي. شوفوا عددنا يا جماعه الخير، شوف هنا اسمع ذي اللقطه شباب، اسمعوا ذي اللقطه. كان عندنا حركه دائما نقولها لما نشوف حد ميت نركض عليه كلنا الان نسوي له ذي الحركه. اسمعوا في زيرو من الصفر نطلع الى القمه. هي مان زيرو، هي مان لسن، هي مان توب 1 فاميلي هير مان. لا 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 وات ذا فك شباب شباب. الله
اقسم بالله شاب لقطات اسطوريه دي والله العظيم. كنا ماخذين شغله نقولها سو ما سي يا شباب هدوء شو هذا جيش نمر اليك. لا والله كنا 52 واحد بالريد يا جماعه ما نرحم ترى. ايه الان اذا رحنا ريد ما نرحم، بس انا ما ودي اسوي ريدات كثير لان تصير في عدوات، الناس تتحسس بسرعه يا جماعه، يصير في سب، يصير في مشاكل. انا بعيد عن المشاكل، ما ابي مشاكل يعني. فانا اقول دائما الفاميلي تموت تسوون ريد سووا بنفسكم، انا ماني دخل والله ما بسوي ريدات انا. شوفوا كمان حتى يطلقون علينا يا جماعه، هذه حركه كانت ممنوعه من عباتي، اذا خلص الريد ممنوع احد يطلق على الثاني يعني، بس هم اللي بداوا نحن اجباري نكمل يعني. منين من ايش هالمي؟ والله غش والله غش. وبس علشان اثبت لكم كلامي يا جماعه، انا ريدناهم للمره اللي بعدها كنا 64 شخص والريد انأخذ وما اجى احد علينا يا شباب، هنا فزنا بالريد ايزي يعني. من بعد هذه اللقطه نزلوا من التوب 1 بجداره تامه يا جماعه الخير، والله مو طبيعي يا شباب. 64 واحد جايين على الريد يا رجل، والله لو ايش ما حد يفوز علينا يا جماعه، اقسم بالله نطيح التوبات ايزي بيزي يا بيبي. وهنا يا جماعه الخير كان نازل تحديث الكريسماس الجديد، هذا اول كريسماس بشوفه يعني باللعبه تقريبا، هو راح يجي الان بعد شهرين تقريبا يا جماعه. فتعالوا نشوف ايش الاشياء اللي انجابت على على وقتها. اول شيء كان في السنو برا يا جماعه الخير، نايس والله الخريطه لما تصير كذا ثلج والله تصير اللعبه اسطوريه يا شباب قسم بالله، والله نايس والله. هنا طبعا كان الاوكشن يا جماعه دائما يكون في اشياء، السيرفر لسه كان جالس يطلع شيئا فشيئا يعني. طبعا شباب جالس اوريكم اللقطات، لقطات هذه المقاطع يمديكم تتابعوها كلها موجوده بقناتي، بس ادخل على سلسله او البلاي ليست اللي اسمها جراند في وراح تشوف كل المقاطع هذه اوكي. بس انا بشوف ايش كان التحديث الجديد، لاحظوا القائمه القديمه والله كانت حلوه والله. اوه ماي جاد الشوب القديم كيف كان يا جماعه، توني اتذكر كذا كان الشوب القديم. اللي ما يعرف يا جماعه في اشياء جدا كثيره تغيرت مع الوقت طبعا، منهم للاحسن منهم للاسوء. انا من الاشخاص اللي كنت اعشق هذه القائمه كذا للسيارات تكون لما تشتريها بهذا الشكل، والله كنت اعشقها. الان ما افضلها كثير ولكن هم اختاروا هذا القرار، ولكن ايزي يعني. بس اتمنى ان هذه القائمه ترجع، اقسم بالله كانت انه فخمه وهيبه ورهيبه بكل معنى الكلام يا رجل. والله يا حرام والله. هذه طبعا قائمه الباكجات كانت كذا، لا والله انا افضل قائمه الباكجات الحاليه عندي. شفتوا يعني في اشياء حلوه وفي اشياء صارت اسوء، في اشياء من اسوء صارت احلى يعني. لا مخبوصين مع بعض. يا الله لو هذا الباكج ينزل شباب، هذا باكج الاحلام والله، كنت اعشق ذا الباكج، افتح منه ب10 مليون بس عشان اجيب طقمين نفس الشيء يا شباب، ولا مره جبت طقمين نفس اللون ولا مره. وهذا شباب في هذا الباكج كمان، انا قصدي على ذا مو على ذاك، هذول اثنين، هذا الوي فيتون هذا جوتشي يا جماعه اوكي، هذا كان جوتشي هذا الوي فيتون، هذا اللي كنت افتح منه انا، اللي ولا مره طلع لي لونين يا جماعه، طلعت لي يمكن بنطلون كذا كل البناطيل طلعت لي بالالوان الا الاسود يعني، الباقي كله الاسود الاحمر ما طلعوا لي، فنايس والله العظيم نايس يا ذكريات. العب يا مدير العب. هذا طبعا كذا كانوا السيارات الكريسماس يا جماعه، لاحظوا الان السيارات الفخمه والاسطوريه يا رجل. الروز رايز فانتوم يا جماعه لما تنزل بنسخه الكريسماس والله حرام اني ما اجيبها والله، والله قهر. شوفوا دي السياره يا جماعه بي ام ام 5 كذا بنسخه الكريسماس كمان. ايضا في سياره انا حلمي رجعوها للعبه يا جماعه الخير، هي فورد فوكس يا جماعه ار اس، كان ذكرني بسيارتي يا رجل اقسم بالله حرام والله. هذه يا جماعه الخير، هذه يا جماعه يا الفورد يا الفورد اقسم بالله باكج اسطوري ذا، كان فيها الكروم يا جماعه الخير هذه اتوقع، يعني سياره البفل اوكي الكروم هذه كانت يا جماعه مدرعه ترى، حتى انه الجلتش اللي كان فيها كنا ناخذها مدرعه نسوي فيها ايفنتات، فالاداره كمشتنا وحطتها مو مدرعه هذه السياره، كشفت الخطه بعدين يعني للاسف الشديد. طبعا انا فتحت حصلت سياره يا رب الكروم بالله عليك الكروم لو ليتس جو حصلت سيارتي هذه بس هذه يا جماعه سيارتي هذه سيارتي الاحلام يا رب يجي الباكج مره ثانيه السياره اللي عندي ليتس جو اخيرا يا الله اخيرا لحظه ابتسم يا رب نفس سيارتي بالحقيقه عشان كذا احبها بس كذا اللي ما يعرف يعني والله كم اني انتظر نكسب سياره من اول مره ضغطت عليها كسبت سياره الفورد فوكس ار اس شباب سياره موجوده بالفورزا موجود هنا ايضا ليتس جو اخيرا هذا اول سياره لنا او ماي جاد يا سلام تجي بنفس اللون كمان ما توقعت صراحه باللون الازرق هذا اللي شوي فيه على اليمين واليسار اخ يا شباب اوريكم شغله ثانيه اللي هي قائمه السياره لما تفتحها كيف يكون شكلها القائمه يا جماعه القائمة عشق العشقاه والله اني ما انسى القائمة ذي يا شهد السيارة اللي كانت معي انا كذا مدرعة بهذا الشكل والله ما ادري والله شوف يا جماعة هذه القائمة احلاها كانت والله يا انه قائمة فخمة يا شباب انا افضل ذي القائمة عن القائمة الحالية والله مثلا يعني والله انها كانت حلوة يا شباب كذا يكتب لك بس الانشورنس كم او كذا البريكات وهذه الامور تعديلات الان صارت مو حلوة ابدا ما ادري والله فين ملابس الكريسماس انا ما شفت ملابس هذول ملابس الكريسماس انا ما شفتهم اكثر حرام ما دخلت القائمة انا ايش فيني ما دخلت القائمة ذي وهذا المقطع يا شباب كان اول مقطع اصوره ببيتي الجديد نوعا ما لما رحت على ذاك البيت يعني البيت الجديد اللي انا فيه بالواقع مو باللعبه يعني على امل انه نلقى قصر معنا هنا باللعبه وكمان ندخل فيها ولكن ما علينا اوه ماي جاد اقسم بالله ذكريات يا الله والله ذا البيت ذكريات يا جماعه كنت توني كذا منتقل وحماس وكذا حركات بدايات جديده وحركه يعني كانت حلوه والله والله ايام حلوه صراحه نوعا ما الان ما عندي شوف شوف الدوج رام هذه محلاها يا جماعه يا ساتر لو انا اشوفها امسكها اشتريها على طول والله ما اتردد ابدا وهنا يا جماعه ابي اوريكم بس الدوج رام الاسطوريه باللون الخرافي هذاك اللي لما سويت مقطع عن استعراض السيارات حبيت اوريكم عليها والله اللي تشوفونه الان معي يا جماعه وتقيموا لي اياها اوكي من هناك انا هذاك اللون ماخذ عقلي وخيالي بشكل كامل لاحظوا الان ودي اشتريها والله لنفسي شوف شوف مليونين سعر هذه الدوج رام تلف اللون شوف شوف 3 مليون
والله ودي اشتري الدوج رام هذه، احسها حلوه بمليونين اقدر اشتريها. دوج رام 1500 واتوقع رخيصه بشكل، هي سعر ستيت 3.5 مليون وجالس يبيعها بمليونين يا جماعه. انا مرغوبه نوعا ما، شوف احلاها بشات والله اعلم. ولا تشوف والله احس دي مرغوبه والله. او شيء تسمع صوتها والله. انا طبعا اشتريتها. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، بسم الله على بركه الله. مكان اشترى هذه السياره، احلى شيء الضوء هذا اللي ورا. شوفون هذا الضوء اللي ورا الضوء، والله اسطوري ترى هذا الضوء، والله انه خرافي. فك الباب شويتين. شوف الجرافيك كيف عندي، تعبانه الجرافيك انا لاحظ يطلع فيه الان. والله شكلها خرافي بالله عليك، شوف شكلها. والله يا شباب من هنا انا عشقت هذا اللون والله للامانه، يعني ما اخبي عليكم هذه ذكرياتي ترى، ان شاء الله احد يضحك والله من جد. يعني هذه كانت ذكريات العمر، اقسم بالله كانت سياره اسطوريه ذي والله. وبعدين يعني في واحد اسمه مونستر الان اتذكره يا جماعه، عجبته ذي السياره فحبيت اعطيه هديه يا جماعه، بعته اياها بسعر رخيص جدا، هديه مني له لاني تركت السيرفر على وقتها يعني اوكي. فيب هذه اتمنى لسه محافظ على السياره هذه يا مونستر اللي تابع هذا المقطع، والله بزعل منك اذا كنت مروحه والله. انا هذه كانت خاطره فيها، واللي شفت مقطعك وجدا ودي فيها ومدري ايه، خذها يا مدير بلاش يا حبيبي، انا كنت احبها كثير ذي السياره والله. بهذه اللقطه يا جماعه الخير اتذكر اني اشتريت اول بيت فخم بالسيرفر بمبلغ وقدره 160 مليون يا جماعه الخير. اي نعم، صدق او لا تصدق عزيزي، ممكن يكون كثير وهمي، ولكن انا كنت الوحيد بالسيرفر اللي يدمر الاسعار، ولا زال الى الان يا جماعه الخير جالس ادمر اسعار السيرفر الثالث. اقسم بالله اني شخصيتي هيبه بشكل مو طبيعي، الناس كلها تخاف مني يا جماعه الخير، لدرجه اني صرت ابي بزنس بمليار، صار ناس يجيبون بزنس بمليار واكثر. البزنس هذه كلها ما تستاهل 200 300 مليون كانت بالسيرفر. انا ما توقعت انه التاثير لهذه الدرجه بياثر على السيرفر يا جماعه. هذا الشارع الوحيد اللي كانوا البيوت ينباعون فيه 30 مليون 40 مليون كذا ما حوله بالكثير، يعني كان بيت هنا بهذا الشارع بالكامل. جيت انا بيوم من الايام اشتريت هذا البيت ب 80 مليون يا جماعه الخير، كسرت سعر الشارع. اي واحد صار ينزل اعلانات من بعدي ب 90 مليون 100 مليون 90 مليون اتذكر. والله يا جماعه اللي كان يلعب راح يعرف الكلام يعني كويس. يعني حتى هذا البيت اشتريته 160 مليون وبعد الاسعار انفجرت، كل شيء صار فوق ال 200 مليون يا جماعه الخير، لان شافوا بيت بالحرب 160 مليون، ليش بيتي ما يستاهل انا كذا يعني. الان جالس اسوي نفس الشيء بالسيرفر الثالث يا شباب، رفعت الاسعار كلها لابعد درجه ممكنه. يا رجل الشيب تيونيك 200 مليون اقصى سعر كان، انا صرت ادور 800 مليون 900 مليون، الناس صارت تبيعه بمليار. اقسم بالله شيء مو طبيعي والله العظيم، يعني احنا نلعب الاسعار بشكل مو طبيعي يا جماعه الخير. هذا الشيء مبسوط فيه كثير ترى، يعني يمديني اخذ اي شيء بالسعر اللي ابيه يا حبيبي، انا حر ارفع الاسعار انزلها بكيفي يا حبيبي. في بزنس ما تستاهل يا جماعه الخير حتى 100 مليون صارت تنباع ب 300، ولك الغاز ستيشن اللي كانت معي انا من قبل تذكرون هذيك بالحاره هذيك الاولى، وصار معي المحطه الجديده هذه يا جماعه الخير صرت اطلب فيها 700، فكل الغازات صارت اطلب فيها فوق ال 500 600. يا رجل خطير ممكن والله، يا رجل والله العظيم نحن هبه يا جماعه الخير، هبه بالسعر والله. فانا كنت شويتين خارب الاسعار ولا زال يعني جالس اخرب الاسعار يا جماعه الخير مع الاسف الشديد. يعني حتى انه يا جماعه الخير بيت الكايو بيريكو اللي انشرب 550 مليون دمرت السيرفر فيه من بعد هذا البيت يا جماعه، حرفيا السيرفر تدمر من ناحيه الفلوس تدهور. وهنا يا جماعه الخير صراحه متحمس جدا لهذا المقطع، صار ساعتين ادور عليه، واللي هو كان تحديث الهالوين يا جماعه الخير. اي نعم، شوفوا كم واحد يلعب بالسيرفر يا جماعه، ما شاء الله كان 2570 شخص يلعب بتحديث الهالوين يا شباب، مو طبيعي والله العدد مرعب يا شباب. اوكي 2500 والله ديم والله. السيرفر الاول طبعا يا جماعه ابي اشوف ايش كانت الاشياء اللي نازله بالهالوين، لاني يا جماعه لعبت الهالوين شويتين يعني ما كمان استلمته بالكامل للاسف، انا ما ادري ايش فيني يا جماعه. هذه على ايام لما فتح السيرفر الثالث اتوقع، بعد ايام كان بيفتح السيرفر الثالث اظن. يعني شوف اغراض الهالوين كذا كانت يا جماعه، واو يا حبيبي واو. ما ادري اذا رح يجيبون نفس الاغراض بعد عده ايام، تقريبا بعد اسبوع او اسبوعين بالكثير رح ينزل ابديت جديد على اللعبه، يعني رح ينزلوا فيها تحديث الهالوين، ولكن ما عندي ادنى فكره ايش كان بالتحديث، ايش كان بالضبط يعني. شوف التحديث هنا كان نازل بتاريخ 29/10 يا جماعه اوكي، ما ادري احنا كان بينزلون يمكن بعد اسبوعين ثلاثه والله ما اعرف يعني، المهم نشوف بعدين. بس هذه الاغراض اللي كانت بالهالوين نوعا ما، اغراض تقليديه، اشياء، بيكاكسات، سيوف، حركات يعني اوكي. بالنسبه للباكيجات انا هذا ما يهمني بقدر الباكيجات يا جماعه، شوف الباكيجات هذه هي الكونتينرات، شوفوا شوف سياره البرجر يا جماعه، الكونتينرات هذه اللي ما تتكرر بكل سنه يجيبونها يا شباب، هذه نحن نبيها يجيبونها كل مره ايزي بيزي، لو احصل على سياره البرجر والله بيكون شيء خيالي والله. كان في هذا الباكيج يا جماعه الخير ايضا، شوف الان تفتحه بخمسه، كنا نحسب ان هذه بدله بس هي طلعت شغله تحطها على الكتف بنهايه المطاف يعني، فانا لما سمعت كذا بطلت افتح من هذا الباكيج، ايش اللي كنت مفكر لبس ذا، اقسم بالله شوف انا حصلت مبسوط يعني، ما ادري ايش مبسوط على هذه الامور والله ما ادري والله، انا شكله بالمره يعني بس يلا. هنا يا جماعه حصلت على شغله مستحيل كنت اتوقع اني احصل عليها، شوف معنا الباكيجات يا ولد، لاحظوا يا جماعه الخير لاحظوا، فتحت من هذا الباكيج يا جماعه اللي هي هذه، جدا نادر تحصل على اشياء، ما كان في حد غير اثنين ثلاثه مدري اربعه حاصلين بالكثير بالسيرفر الاول يعني، وهل يا ترى انا كنت واحد منهم؟ تعالوا نشوف يا جماعه. انا اللي طلعت لي، انا اللي كسبتها ولا لا؟
اللهم يا حبيبي ليتس جو. انا اللي طلعت لي شباب واخيرا واخيرا والله اني صرفت فوق ال $300 على هذا. اي نعم يا جماعه، شيء $300 صرفت تقريبا عشان تجيني فقط. قسم بالله يا جماعه الخير، او ماي جاد شوف شكله، شوف شكله برا، شوف كيف الضوء، يا الله على شكله. يا رب انتو حظك ترى كان ممكن تطلع لي من اول مره. اي والله في في يعني في اتذكر واحد لما كان طلعت من اول مره، يعني في شخص دافع $1000 ما طلعت له يعني، وفي شخص يعني دفع 300 طلعت له ايزي بيز يعني. وهذا المقطع يا جماعه الخير كان تقريبا اخر مقطع اصوره بالسيرفر الاول قبل ما انتقل منه نهائيا واروح السيرفر الثالث يعني، لان كان باقي شويتين ويفتح السيرفر الثالث. يا جماعه جدا يا شباب عندي ذكريات حلوه، وهذا كان مقطع استعراض السيارات يعني. اللي الان كان يسالني بمكان وين راح هذا المقطع يا جماعه، كان في عليه حقوق طبع ونشر بالنسبه للموسيقى اللي كنت حاططها، فاضطريت اكتم جزء الموسيقى ورجعت المقطع الان، صار بدي كتابه. بس اكتب كذا، شوف انا عنوان المقطع جوله استعراض كامل لسياراتي افخم سيارات بالعالم بجراند، هذا من قبل 10 شهور منزله يعني. الان بدي كتابه هذا المقطع مباشره اذا في حال سويت شفت المقطع موجود بقناتي، بس اكتب استعراض مكانه. شوف عندي اللامبورجيني فينينو اللي الى الان ما عثرت عليها ولا حصلتها يا شباب، والله ديم والله. شوف عندي ذي السياره السنتيناريو دي، اتوقع يب هذه السنتيناريو يا جماعه الخير، شايفين هذه السنتيناريو سعرها 7 مليون ديم. كان عندي كل انواع اللامبورجينات اتوقع يا شباب والله، وهذه الخضراء طبعا كلكم تعرفونها باكيش ابو $5 اللامبورجيني سيانا يا جماعه الخير، صراحه اتوقع هي صح، يمكن هي والله انا بشوف يا جماعه ذا باكيش الاحلام ما طلعت لي ابدا الان $5 بس سعر الباكيج، اقسم لاني مقهور جدا والله. شوفك هي يب اللامبورجيني سيان هي سعرها 12 مليون يا جماعه، والله من افخم اللامبورجينيات صراحه اللي كانت عندي. انا عندي يا جماعه الخير اللامبورجيني هذه اللي مو موجوده باللعب الان، اتوقع اسمها اللامبورجيني ريفنتون اللي موجوده باكج ابو $12 يمكن، اللي مو موجود الان اتوقع اللي يجي مع شيفرلي كامارا، مو متاكد بس ان شاء الله يكون كلامي صح، والله ما اعرف يا شباب. وهذه يا جماعه الخير كان باكج يجي لوحده تقريبا تفتحه وطلعت لي بالصدفه سعرها 20 مليون يا جماعه الخير، لامبورجيني اس اي بي جي 1 اتوقع كانت تجي لوحده هذا الباكج، مو متاكد كمان مره نسيت يا جماعه والله نسيت، في نسيت على مره كثير يعني. ونجي الان الى سياره الاحلام، سياره اللامبورجيني افنتادور يا جماعه الخير الصفراء هذه اللي تشوفونها الان، خلاص وخر من دي الان افنتادور يا جماعه، كلكم تعرفون افنتادور ما يحتاج نتكلم عن شكله واضح. هذه السياره معي منها 5 مدري 6 صار بالسيرفر الثالث يا شباب، اوكي ياب هذه الافنتادور البي 700 والله ديم والله. وهنا يا جماعه الخير عندنا اللامبورجيني كونتاتش يا حبيبي، على السريع كذا على ماشي يا والله اللامبورجيني دي اسطوريه، جي تي اي فايس سيتي على طول اللون هذا مبرقع عليه مفرقع يا شباب، عاطيها نكهه اسطوريه والله. شوفوا لي بس جولات الاستعراض هذه لما تكون الابواب كذا مفتوحه يا جماعه، والله يا انه جراج الاحلام. وهنا يا جماعه الخير نجي لسيارات الفيراري، هنا الفيراري ما احدثك، انا تقريبا كان باقي لي 3 سيارات فيراري واخذت من الكوليكشن بالكامل ترى، لا تحسبون يا شباب والله اني كنت خطير جدا من الفيراري. لاحظوا الان يا شباب اقسم بالله هذه كنت مصور فيها نص مقاطع، هذه هي يا شباب السياره اللي مصور فيها نص مقاطع اللي توني الان اكلمكم عنها يا شباب. عندنا هذه الفيراري ايضا يا شباب، شوف الثلاث فيراري جنب بعض، عندنا الفيراري كمان هذه يا ولد اجدي فيراري ايطاليا، والله الفيراري ايطاليا كانت سريعه كمان يا جماعه، يخرب بيت السرعه اللي في هذه السياره يا جماعه، هذه ما ترحم والله، ايطالي جي تي اي اسمها يا شباب. وعندك هذه يا جماعه الخير الجستر، هذه جدا سريعه كمان يا شباب، هذه الجستر حلاوتها يا شباب انها تطلع بسرعه، شوف اسمها جستر والا انا اتذكر سياراتي والله دايم والله. هنا يا شباب نجي لسياره المرسيدس هذه اللي طلعت لي طبعا بالصدفه يا شباب، سياره كانت خرافيه صراحه، عشقي كانت هذا النوع من السيارات يا جماعه، عشقي والله. وانا عندك الشيفروليه كامارو المعروف ولا يعرف يا شباب، بكش ابو 12 تطلع لك كذا، هي ثاني واحده مصفوفه لونها بالاحمر كذا يكون يعني، ديفيد شيفروليه كامارو 2020، والله حلوه والله سياره الكامارو، شوف من وراها احلى يا شباب. يا زادر يا زادر والله اسطوري والله. وهذه السياره يا جماعه الخير كانت الاستون مارتن فولكان اللي تحصلها ب 800,000 اول سياره بالباكج تطلع لك يا حبيبي، شيء جدا اسطوري صراحه بوريكم، هذا هو الباكج يا جماعه الخير 800,000 شايفين، انا كنت اطمح تطلع لذي بس طلعت لذي يعني، قلت لي ما لا بما اني افخم سياره اكيد استون مارتن فولكان راح تكون حلوه نوعا ما. ونجي الى سياره العظمه يا جماعه الخير، سياره ابو 50 جراند كوين، فتحتها من ثالث مره اتوقع طلعت لي فورا افخم سياره بالباكج يا جماعه، $50 مو سهل ابدا انك تحصل سياره مثل هذه يا جماعه ابدا. واذا باري تشوف ذا المقطع يعني لا تحسب انه انت معك بوجاتي ديف مبسوط فيها، اللي حبيبي اللي كان يلعب قبلك من زمان وختم اللعبه عندي بوجاتي ديف من زمان يا حبيبي، هذه يا جماعه غير بوجاتي ديف. اي والله 13 مليون طلعت لي يا شباب وقتها، حاولت شي $200 تقريبا، فتحت باكج ابو 6666 لين طلعت لي واخذتها، وكنت جدا جدا مبسوط فيها يا جماعه الخير وقتها، والله كانت اسطوريه هذه السياره. شوف يا شباب لاحظت انه انا من السيرفر الاول واهتم بسيارات تكون كذا جيبات فخمه، شوف الجيبات اللي مصفى الجيب يعني قصدي يعني، لاحظوا يا جماعه الخير هذا البي ام، او ماي جاد يا البي ام اكس 5 هذه اتوقع والله ما ادري ايش كان هذه، هذه حصلتها من هذا الباكج ابو 20,000، يا ريت يرجعون ذا الباكج يا جماعه، والله كانوا السيارتين ذول حلوين كنت احصلهم يا شباب، هاي بهذه الاكس 5 والله يخرب بيتها ما احلاها كانت والله، الستورج للاشياء كذا الهيبه للمنظر اسطوريه يا رجل. وهذه سياره ال 50 جراند 40 جراند كون هذه موجوده بالبوجاتي السوداء ذيك، بوجاتي فيرون اظن والله ما ادري باي باكج دي، سعرها 9 مليون يا جماعه، مرسيدس ماي باخ جي ال اس 600
اودي ايترون يا بهذه سبورت كان نفسها والله اودي ايترون، وعندك هذه سياره الروز هذه يا جماعه سياره الروز رايد، شوف التعديل اللي عليها يخرب بيت. اهم شيء رجعتها بالسيرفر الثالث يا شباب صح ولا لا؟ الحمد لله يعني شكرا والله اهم شيء رجعناها. وعندنا هذه السياره يا شباب طلعت لي باكج ابو 2 دولار اللي هي ثاني سياره تقريبا تعتبر يعني مو غاليه يعني كثير 5 مليون مرسيدس اي ام جي جي تي، بس هذه مو حلوه بقدر هذه اللي جنبها ب 10 جراند كوين عثرت على هذه السياره يا جماعه نيون طبعا مرسيدس اي ام جي جي تي بلاك سيريز النيون يا شباب 10 جراند كوين، كنت جالس كذا بليله ضغط زر طلعت لي يا رجل سياره اسطوريه يا جماعه شوف مثل شكل المونستر هذه اللي بالعلى. فشباب وانا رايح على جراجي بالبيت الله عليك يا سيارات الهالوين يا جماعه، هو كان عندي الباربوس هذه سياره الباربوس والفان هذا كمان يا ساتر يا ذكريات يا امكان اقسم بالله شيء اسطوري. طبعا يا شباب هذه مجرد ذكريات بسيطه بالسيرفر الاول بما ان ختمت السيرفر، هذه المقاطع طلعت لي من جديد وهذه المقاطع الان ما صارت تطلع ترند ابدا ما صارت تختفي يعني ما ادري ليش، ما اتمنى تتابعوا هذه المقاطع كلها يعني اذا حابين تشوفون ذكرياتي بالماضي. اذا حبيتوا هذا الجزء يا جماعه الخير يمديني اعرض لكم ايضا جزء اخر من الصفر كذا اوريكم بدايتي بالسيرفر الثالث ايش سويت من بزنس لبزنس انتقلت لحد ما وصلت الى الموضوع اللي فيه انا الان يعني، ولكن بالحبه حبه مثل ما جالس اشرح لكم الان يعني. مقطع كان جدا بسيط حبيت اشارك فيه بعض الذكريات اللي صارت معنا يعني. شكرا جدا لكم على متابعتكم لهذا المقطع، القاكم بالحلقه القادمه، السلام عليكم يا جماعه الخير، في امان الله، لا تنسوا تسجلون باللعبه وتجون تلعبون معنا يا جماعه الخير.